تظاهرات إيران التي انطلقت منتصف سبتمبر الماضي، تضاعف مشهد إسقاط العمامة تنديداً بما يسمى شرطة الأخلاق التي تقف وراء مقتل الشابة الكردية مهسا أميني. وبات إسقاط المتظاهرين للعمائم يمثل أو يعد أكبر في رمزيته السياسية. مدير الحوزات العلمية في إيران علي رضا إعرافي هدد وتوعد المحتجين الذين يسقطون العمائم بالموت في وقت وصل فيه عدد قتل الاحتجاجات إلى أكثر من 300 شخص حسب المنظمات الحقوقية. مدير الحوزات العلمية في إيران توعد قائلا بأن العمامة التي ستسقط من رجل الدين ستصبح كفنا على الفاعل، وأن النظام سيستمر حتى آخر نفس. المراقبون للملف الإيراني كشفوا أن المتظاهرين يتعاملون مع إسقاط العمامة عن مرتديها وكأنه إسقاط للنظام المتخفي تحت عباءة الدين، علما أنه وطوال فترة التظاهرات لم يحصل ما يشير إلى نية قتل أو تنكيل برجال الدين، بل إنه اقتصر الأمر على إسقاط العمامة كتعبير عفوي لدى المحتجين ضد المؤسسة الدينية الإيرانية وليس ضد المعممين كأشخاص. متابع معكم مشهد لما يحدث في ظاهرة إسقاط العمامة منذ بدء التظاهرات، وهذا المشهد سنتابعه الآن. مشاهد هذا المشهد تجلى بشكل كبير في المدن الإيرانية. مصادر الحدث كشفت أن استهداف العمائم وإسقاط الحجاب ليس استهدافاً للدين أو تمرداً عليه، بل هو تمرد على المؤسسة الدينية الإيرانية التي تمنع الشعب من الخروج عن سيطرتها وقواعد ثورة 1979 التي أسقطت نظام الشاه. وجراء غضب المتظاهرين من رجال الدين بات بعضهم يتحركون دون العمامة التي تميزهم. مهتمون بهذا الملف أكدوا للحدث أنه رغم ليس كل رجال الدين في إيران مؤيدين للحكم السائد بالضرورة، إلا أنهم يدفعون ثمن تعميم تصرفات النظام الإيراني عليهم. وبهذا الشأن قبل أيام تحدث رسول سناني المساعد السياسي في مكتب المرشد علي خامنئي عن قلق ينتاب المؤسسة الدينية في إيران من ظاهرة اجتماعية وهي إسقاط العمائم، متحدثا أن النظام صحيح لم يسقط ولكنه تلقى ضربة قوية بشأن هذه الظاهرة الاجتماعية.